ايه مامي، صباح الخير. تمام يا حبيبتي، الحمد لله. على فكرة يا مامي، انا عيد جوازي النهاردة. اه والله. وانتي طيبة حبيبتي. العاشر يا مامي، بقالنا 10 سنين متجوزين، تخيلي. كات حلو ده. اللي بعده تامر. اه سيف، فين يا ابني البنت الموديل اللي انت قلت لي عليها؟ ما هي الصاروخ دي؟ كانت فين من زمان؟ كانت فين من زمان؟ ما دي تالي يا ريس اللي انا بقالي 7 اعلانات اتحايل عليك نجيبها وانت تقول لي بعدين بعدين. ده انت يا راجل ما كنتش حتى بتبص لصورها. لا لا يا تامر، لا، بعد كده لما تلاقي قنابل زي دي تيجي تفجرها في وشي على طول. انت لسه هتتحايل عليا؟ ده انا هدمرك يا استاذ. تاليا تعالي يا حبيبتي. هاي مستر زين. هاي. انت هايله. لا يعني واو بجد. ثانك يو. عندك كام سنه بقى؟ 25. ولسه بادية موديلنج دلوقتي؟ لا، ما انا كنت عايشة في لندن بقالي 7 سنين ولسه راجعة قريب. شكلك كده هتبقي أهم وأغلى موديل في مصر، وممكن تبقي نجمة سينما كمان. لا، نجمة سينما دي ما افتكرش، بس أنا حابة الموديلنج يعني. طب ما تيجي نقعد؟ سوري بس أنا الشوط اللي جاي ولازم أغير. لا لا، أنت مش في الشوط اللي جاي. لا يا أستاذة، تاليا في الشوط اللي جاي على طول. طب ما تيجي تخرج أنت يا تامر. اخرج؟ انت فاجئتني يا استاذ والله. عادي يعني، تعالى والله، ما اي حد بيخرج دلوقتي. هو مين يا ابني المخرج، انا ولا انت؟ انا حضرتك يا استاذ. طبعا حضرتك. الشوط الجاي شوط المجاميع، انا غيرت. وقع كده بقى عشان ما غيركش انت كمان. شوط المجاميع في الاستوديو يا استاذ. طب كويس قوي. بريك يا جماعه. اتفضلي يا حبيبي. يبقى جمبري جمبري يا جماعه. ألو. أيه يا حبيبي، أنت فين؟ كل ده لسه في الشغل؟ اخص عليك يا زين، النهاردة عيد جوازنا. طيب يا حبيبي، مستنياك. بليز يا زين ما تتأخرش. باي يا حبيبي. باي. انت كل حياتي،
نفسي اعرف انا بحبك قد ايه. لا يا مامي انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اشتغل دكتوره. جواز ايه بس يا حبيبه قلبي؟ دكتوره ايه؟ ده دكاتره مليين البلد يا حبيبتي. انت جايلك عريس زي القمر وشيك وابن ناس ومن مستواكي، ترفضيه ازاي بس من غير ما تشوفيه؟ معقوله يعني يا مامي؟ يعني انا يطلع عيني في المذاكره في ثانويه عامه وفي طب، في الاخر عايزاني اسيب كل ده واقعد في البيت؟ مش معقوله يعني. يا نور عينيا، مين قال بس تقعدي في البيت؟ انت كمان ممكن تنزلي تشتغلي. يا مامي الجواز يعني مسؤوليه، يعني بيت وخلفه. انا يا اما هركز في بيتي يا اما هركز في شغلي، مش هعرف اعمل الاثنين مع بعض. اسمعي بقى يا حوريه، العريس ده من طرف باباكي، يعني هتشوفيه يعجبك بقى ما يعجبكيش، دي مش مشكلتي. انا مشكلتي دلوقتي انك ما تحرجيش بابا. وشفته وعجبني قوي، ومعاه نسيت الطب والمذاكره والاحلام والطموحات، وبقى كل اللي نفسي فيه هو اني ابقى للراجل ده. انا اللي خدت القرار اني هتفرغ له وما استنيتش يطلبها مني. انا اللي عايزه اكون زوجه متفرغه وبمزاجي. مشكلتي الوحيدة مع زين اني من كتر حبي ليه مش قادر اعرف انا بحبه قد ايه. انا بحبه قوي. قولي لي بقى، سمعت ايه عني قبل ما تشتغلي معايا؟ سمعت انك اكبر من مخرج اعلانات في مصر. وايه كمان؟ سمعت انك اكبر مخرج اعلانات في مصر. بس كده؟ لا والله بجد، قولي. كل خير بصراحه. اه ده انت بتتريقي. ماشي، يعني ما هو مش كل الكلام حقيقه، بس انا متخيل ممكن تكوني سمعتي. قولي عادي. بس بصراحة كل اللي سمعته لغاية دلوقتي عنك حقيقي. يعني قالوا لي انك بتاع بنات قوي، انك ما فيش بنت بتعجبك الا تدخل معايا في ريليشن، وانك هتعزمني على الخروج من اول يوم تصوير. وده تامر بقى اللي قالك الكلام ده ولا ايه؟ لا خالص، بالعكس، تامر بيحبك جدا، ما بيتكلمش عليك غير كويس، بيتكلم عن شغلك وقد ايه انت بتحبه وقد ايه انت شاطر فيه. بنات صحابي هم اللي قالوا لي كده، وقالوا لي كمان انك متجوز وعندك بنت. هو انت ليه بتعرف بنات على مراتك؟ المشكله ان انا اكون متجوز يبقى ليا اصحاب بنات، وانا يعني ما ينفعش اصاحب غير الرجاله؟ لا طبعا، مش قصدي فريندز عاديين، انت عارف قصدي ايه كويس قوي، قصدي ريليشن وحب، وده ما بيحصلش. هو انت ما بتحبش مراتك؟ مين اللي قال كده؟ بالعكس انا بحبها جدا، بس يعني ربنا خلق الراجل يحب اكتر من واحده في نفس الوقت. لا طبعا مش صح، لو كان كده كان ربنا خلق لآدم أكتر من حواء. إزاي بقى؟ لا طب يعني الراجل من حقه إنه يتجوز أربعة، وده أكبر دليل إن هو يقدر يحب أكتر من واحدة في نفس الوقت. يتجوز؟ ها؟ مش يخون مراته. هو أنت كده شايفاني بخون مراتي؟ يعني على حسب، هي مثلاً عارفة أنت فين ومع مين وبتعمل إيه؟ أنا ما تعرفش، بس عشان ما أقلقهاش يعني، مش عشان بعمل حاجة غلط. احنا قاعدين اهو يعني بناخد درينكين نسمع مزيكا، ايه الغلط في ده؟ يعني لو كنت مراتك كنت هبقى مش مبسوطه، مش المفروض يعني تعمل حاجه من وراها ومن غير اذنها. لعلمك بقى انا علاقتي بمراتي كويسه جدا، ودايما مراتي شايفاني انا الزوج الايديال، بس انا بحب الستات واغلبيه صحابي ستات، بثق فيهم اكتر من الرجاله بصراحه.
ايه يا زين. ايوه حورية، انت نمتي ولا ايه؟ اه تصدق نمت. هي الساعة بقت كام؟ الساعة 10، قدامك نص ساعة تجهزي نفسك فيها علشان هنخرج. انت بتهزر؟ انا عاملة عشا ومولعة شمعة وحاجات كتيرة ومستنياك. زين عشان خاطري تعالى على البيت. معقولة يا زين؟ والله أنا ما مصدقاك، عشان أنا واقفة على حيلي من الصبح بجهز في العشاء ده. عادي يعني حبيبتي، بص إحنا نروح ناكل لقمة خفيفة كده في المكان اللي أنا حاجز فيه، بعد كده نرجع نكمل في البيت. هنتعشى مرتين يا زين؟ يا سلام، لو ما تعشيناش مرتين يعني في عيد جوازنا العاشر، هنعمل كده إمتى؟ بس بجد دول أحلى 10 سنين في حياتي. وأنا كمان. يوه يا دي نوفل ده بجد مستفز جدا، هو ما بيزهقش. سيبك مني انا اصلي منفض له قوي النهارده. يلا بينا. ايه ده يا زين؟ هو النور قاطع ولا ايه؟ تعالي بس نخش نشوف ايه. طب استنى بس، لو قطع نلحق نروح مكان تاني او نروح البيت.
انت اتأخرت كده ليه؟ كنت فين؟ انا خلصت شغلي وعديت على حورية، خدتها وجيت على هنا على طول. وما ردتش عليا ليه لما كلمتك من شويه؟ كانت جنبي بالمناسبه، قعدت تقول لي مين نوفل اللي بيتصل بيك كتير ده. شكلك مبسوط قوي بيه الجواز. ها انت عايز انا مكشر؟ ايش حياة امي ده تشوف يا زين. نوفا حبيبتي، لا علي بقى عشان ما يبانش عليك. تروحها من هنا وراتك تنام وتكلمني، مستني تليفونك. لا النهارده مش هينفع خالص. لا حبيبي ما انا مش انت تتبسط تتحكم وانا اولى بيك. يا حبيبتي ايه بتقري في ايه؟ ده كتاب حلو قوي، بيتكلم ازاي الانسان يعني يكون مبسوط اكتر وصحته احلى وهو متجوز. حلو قوي ده، وده جبتيه منين؟ نوفا جابتهولي هديه. اه نيفين بنت حلال قوي والله، البنت دي طيبه قوي 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 يا زين، وبتحبني جدا. انت عارف هي الوحيده اللي انا بقدر اعتبرها زي اختي، وممكن اتكلم معاها في اي حاجه وفي كل حاجه. طبيعي يعني، دي أول واحدة عرفناها هنا في الكومباوند. بس برضه يعني أسرارنا وأسرار بيتنا يا ريت ما نتكلمش فيها ولا مع نيفين ولا مع غيرها. أيوه طبعًا ما تخافش، ما أنا أصلًا مش من طبعي إن أنا بتكلم مع حد في أي حاجة. بس أقول لك على سر، أصل نوفا هي اللي بتجيلي بتقعد معايا يعني وتنصحني أعمل معاك إيه وما أعملش إيه عشان أبسطك. وبصراحة بصراحة كل كلامها بيطلع صح، تخيل؟ زي ايه يعني؟ زي ايه يعني؟ اقول لك، فاكر لما انت كنت مسافر بلجيكا وانا كنت شبطانه فيك عشان اسافر معاك؟ هي ساعتها بقى قالت لي لا ما ينفعش تسافري معايا، سيبيه يسافر لوحده عشان يبقى براحته يعني وما يشيلش همك ويركز في شغله وكده. بس انا ساعتها سبتك تسافر، وبصراحه حسيت ان انت كنت ريلاكس اكتر يعني وكنت مشغول بشغلك اكتر. بس فانا بقى كنت مبسوطه عشان عرفت اعمل حاجة. صحيح، وطبعا هي ما سابتكيش خالص طول الوقت ده. لا يا زين انت ناسي، مش الندلة سافرت لمامتها اسكندرية؟ لا وسافرت في نفس اليوم اللي انت سافرت فيه. بس حرام يا روحي، مامتها كانت تعبانة. حرام انت طيبة قوي يا حبيبتي. قولي لي بقى، عجبك اليوم النهاردة؟ بجد؟ اه والله قوي قوي قوي. ربنا يقدرني كده واسعدك طول العمر. ربنا يخليك ليا يا زين. ايه بقى الكتاب اللي انت بتقري فيه ده؟ زوجة الناجحة. حبيبتي انت مش محتاجة الكتاب ده، انت ناجحة اصلا. بابي. حبيب بابي. تعالي يا حبيبي. النهارده يوم حلو قوي يا فوفي عشان عندي رحله. وحلوه قوي كمان عشان النهارده عيد جوازي انا وماما. ده كان امبارح يا فوفي. امبارح بالنهارده مش فارقه كتير، وكمان ايه اللمضه اللي انت فيها دي؟ يلا بقى عشان ما نتاخرش. والله يا حبيبي انت بتصعب عليا. طب نشترك لها في باص ولا نجيب لها سواق؟ مش بتلحق تنام. لا انا عايزه فوفي اللي يوديك. انا بس اللي على طول هوديكي. يا ايه ده انت؟ يلا كلي السندوتشات كلها يا انجي. خلي بالك منها يا حبيبي. الله مش عايز حاجه؟ ميرسي سلامتك. هاتي بوسه لمامي. قمر يلا باي باي. باي. كامين. بونجور. بونجور. ايه ما جيتيش تسلمي ليه؟ لا انا قلت بس اجي اجهز وعشان ما اتاخرش. توقعت يعني امبارح تكلميني او تبعتي لي على الواتساب.
قرعت اقول لك ايه؟ يعني اتبسطتي ما اتبسطتيش؟ انطباع عن الخروجة يعني. انطباع عن الخروجة ولا عنك؟ اتنين. الخروجة كانت لطيفة. It was nice. عادي يعني اتبسطت. طب وانا؟ بصراحة زي ما توقعت. ظريف. دمك خفيف. بس كده؟ مش فاهمة. هو المفروض يكون في ايه تاني؟ لا ولا حاجة. بص بقى يا ست، اعملي حسابك النهارده هنخرج خروجه اقوى من بتاعه امبارح، تعشى فيها سوا. بصراحه يا زين انا حاسه ان انا مجهده جدا يعني، واحنا كمان لسه ما بدأناش تصوير، مش عارفه لما نخلص هكون قادره ولا لا. بص احنا كده كده النهارده يوم خفيف، هنخلص الساعه 5 وبكره اوف، مفيش شغل يعني. هستناك الساعه 11 بالظبط قدام باب نادي الجزيره. اوكي؟ 11 بالثانيه، ما تتاخريش. يلا باي. باي. تامر تعالى وريني الشطات اللي عندي. حاضر يا ريس. حاضر. انت ملخبطني على فكره. يا ريس والله مش ملخبطك ولا حاجه، هو نفس الترتيب. هنبدا بالسيكونس ده. وبعد كده السيكونس ده. هو نفس الترتيب يا ريس. طب تمام، يلا سرع الايقاع شويه. حاضر يا ريس. يلا نجهز يا اخوانا. ريس في واحده بره مستنياك اسمها استاذه نيفين. نيفين؟ ماشي يا يوسف. انت ايه اللي جابك اللوكيشن؟ وانت فين بقى من امبارح ما بتردش عليا ليه؟ طلعت فوق 17 مره. وده يخليكي تيجي اللوكيشن يعني؟ ما تغيرش الموضوع، انت كنت مختفي فين امبارح وما بتردش عليا ليه؟ ما بردش عشان قلت لك ما تتصليش بيا. مراتي كانت قاعده جنبي وعماله بتقولي مين اللي بيكلمك كتير كده. باي وانت من امتى وانت جبان كده؟ ولا هي القطه فتحت عينيها؟ بقول لك ايه، انا مش هقبل قلش على مراتي، فاهمه ولا لا؟ اسمع، غلطت في الذات الملكيه. جرالك ايه يا نفين؟ في ايه مالك بتتكلمي كده ليه؟ حرام عليك يا زين، قدر انت مشاعري وراعي الضغط العصبي اللي انا فيه يا اخي. يا زين انا بحبك. يعني ليه بحبك؟ يعني ما بتفكرش في اي حاجه في الدنيا. طب تمام، ممكن تمشي بقى علشان عندي شغل كتير؟ انا عايزه اقابلك النهارده في شقه زين. لا مش هينفع، عندي شغل كتير جدا النهارده. طب اقعد معاك دلوقتي شويه. اقعدي معايا فين؟ ما ينفعش طبعا، مراتي لو عرفت هتقول ايه؟ يا ترى بقى دي الحجه الوحيده ولا في مانع تاني؟ اولا دي مش حجه، ولا مفيش مانع تاني. وسبق وقلت لك لو عايزه نحافظ على علاقتنا دي لازم محدش يحس بيها، واولهم حريه. طب ايه رايك بقى ان حريه عارفه ان انا هنا؟ نعم. كلمتها وقلت لها ان انا قريبه من اللوكيشن وهعدي عليك عشان اتفرج على التصوير وبالمره اديك في ديت جواز. كات. حلو ده، اللي بعده. اللي بعده مش بطاله الموديل دي. كويس، بس ناقصها شويه خبره بس. اسمها ايه؟ اسمها يا تامر. ايوه تعالى. بقول لك الموديل اللي معانا دي اسمها ايه؟ دي ليلى. تاليا. 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 اسمها بايخ قوي. أنا إذنك رايز. يا عماد تمام؟ هاي. هاي. المدام؟ لا مش المدام، بس صاحبتها قوي، وصاحبة زين كمان قوي. هاي أهلا بيكي، أنا تاليا. هاي. أنا نيفين، صحابي قوي قوي بيقولوا لي نوبة، وزين كمان بيقول لي نوبة. هاي نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو تو. أقعد يا تاليا، لسه عندنا شغل بيجلس. ثانك يو. وأنت عندك كام سنة؟ 25. لا يا شيخ، شكلك أصغر من كده بكتير. ويا ترى بقى متجوزة ولا مرتبطة؟ No, I'm single and proud. Single and proud. حلو ده. حرية حلوة برضه، ولا إيه؟ بشوف إن الحب ده شيء مهم جدا يعني. مش متخيل إن أي بني آدم عايش على وش الدنيا دي ما بيحبش. رومانسي. رومانسي. طبعا، مش الأنيفرسي بتاعه كان إمبارح؟ لازم يكون رومانتك. ده وانت كمان تعرفي ان الانيفرسري بتاعه كان امبارح؟
انت كنت مسيح على ايه هنا يا زين؟ يعني مش سر يعني، حاجه عاديه. وانت بقى سنجل؟ I'm very proud حبيبتي. نايس نايس. ايوه حبيبتي. نيفين هنا عندي. شفت اتجنن ازاي؟ جايه لك مخصوص النهارده عشان تجيب لك الهديه، عشان نسيتها في البيت امبارح. جابت لك ايه بقى؟ لسه ما شفتش؟ ماشي. طب بليز يا زين اهتم بيها، انت عارف نوفا بالنسبه لي ايه؟ يعني ايه تعمل ايه؟ قعدها في مكان كويس، هتلاقي حاجه تشربها، اهتم بيها يا اخي. وانا اللي هقول لك تعمل ايه؟ امال عامل فيها بس جنتلمان؟ طيب المهم انت هتيجي على الغدا النهارده، قلت لي انك هتخلص بدري. ماشي خلاص اوكي. خلي بالك من نفسك. طيب يا حبيبتي اوكي يا روحي. باي يا قلبي باي. يلا طالعي عشان اغير لك. نعم؟ سوري عشان تغير لي. بعد اذنك يا جماعه. اتفضل. تمام يا على مهلك. حبيبي حبيبي وروحي. ايه؟ وانا مش قاعده؟ في ايه نيفين؟ انت جايه تتخانقي وخلاص؟ بقول لك يا زين احنا لازم نقعد نتكلم مع بعض. انا مش مرتاحه لك وخصوصا بعد ما شفت اكتشافك الاخير ده. طيب هنتكلم. ممكن تسيبيني بقى اركز في شغلي شويه؟ يلا يا جماعه يلا يا جماعه نشد اللقاء شويه. نشد اللقاء ده هم ساعتين يعني نص يوم ونلحق المحشي هو انت هتفضل قاعد ساكت كده؟ امال جبتنا هنا ليه؟ متهيألي انت اللي طلبت ان انا اجي. واديني جيت اهو. ها ايه مشاكلك بقى؟ هو انت يا زين شايف ان ده الشكل الطبيعي بتاع علاقتنا؟ من امتى وانت بتخرج بره البيت وتبقى لوحدك وما تحاولش تكلمني؟ من امتى بيبقى عندك تصوير طول اليوم وما تفكرش تتصل بيا او حتى تبعت لي واتساب؟ ده احنا حتى مفيش اي حاجه بيننا بقالنا فتره. انت مش كده؟ انت ما كنتش بتستحمل ان احنا نقعد ثلاث ايام من غير ما نتقابل. كل ده ايه يا زين؟ عادي؟ والله كل اللي اعرفه ان الحكايه كلها ظروف يومين يعني. انت ليه محسساني انه شهر؟ طب هو انا ماليش حقوق عليك؟ على فكره بقى انا ملزمه منك. ايوه انا بديك كل حاجه في العلاقه دي وحرمه نفسي من كل حاجه، وده ليه ثمن انت لازم تدفعه. حرمه نفسك من كل حاجه يعني ايه؟ حرمه نفسي من الحياه كلها يا زين. حرمه نفسي ان اكون بني ادمه طبيعيه، من حقها انها تحب وتتجوز وتخلف وتظهر في المجتمع بصوره محترمه. انا قبلت ان انا اعيش في الظلم، ورضيت ببواقي وقتك وبواقي مشاعرك واللي يفضل من ست هانم حريه. كل ده انا رضيت بيه عشان بحبك. لكن النهارده بقى احس ان انا بشحتك؟ لا يا زين. انت مش شايفه انه اوفر شويه؟ انت ليه عايزه تقنعي نفسك ان انا متغير؟ عشان انت فعلا اتغيرت. واقول لك بقى ايه اللي مغيرك؟ العرسه الملونه اللي عندك في الاستوديو. ايوه انت طبعا بقى بتوضب لقصه جديده وانا المفروض اركن شويه مش كده؟ لا يا زين مستحيل، انا لا يمكن اقبل بالوضع ده. معقوله يا نوفا؟ معقوله كل ده عشان كام موقف حصل؟ وكمان مين قال لك ان انا مش مقدر تضحياتك؟ بالعكس انت تضحياتك ووقوفك جنبي هي اللي مخلياني قريب منك وبحبك. وكمان تاليا دي مش ستايلي اصلا. هو انا عارفه لك ستايل؟ ده انا شكل ومراتك شكل والعرسه الملونه دي شكل. انت طفس وعايز تدوق من كل حاجه وبس. وعلى فكره بقى البقين اللي انت قلتهم دول مش هيثبتوني. انا نيفين يا زين مش حريه. حريه تصدقها لكن انا فاهمك اكتر من نفسك. كويس قوي اديك قلت انك فاهماني اكتر من نفسي. وزي ما كنت بقول لك زمان انك حله ولقيت غطاها. أنا مش عايزك تفقد الثقة في حبنا يا نيفين. وكمان مفيش أي حاجة ممكن تفرقنا عن بعض غير الموت. أنا بحبك يا نيفين. بحبك بجد. طب احلف بحياة بنتك. بشكرك غالي أوي يا ماما وكمان مصدع. معلش يا حبيبة ماما. معلش يا
بخاف قوي لما بحس انك ممكن تروح مني، بحس اني ضايعه والموت عندي اسهل. ايه جو السواد اللي انت فيه ده؟ ما تيجي نخش جوه بقى وفكك من الميلودراما اللي انت فيها. على فكره ما بحبكش لما بتتريق على مشاعر، ما تسيبني اخر فضفض. الله، ايه ده؟ مين اللي بيتصل؟ ده تامر. طب هاتيه كده، يمكن يكون عايز حاجه. لا سيبك منه، يلا ندخل جوه. ايوه كده بقى، يلا يلا. لا طيب يلا يا ستي، يلا اتفضلي. يو يا زين، طيب بصي يا روحي، احنا هنروح احنا المستشفى ماشي؟ حطي ايدك هنا بقى، حطي ايدك امسكي دي كده على ما اجيلك. ها هلبس وكيلك. حورية، 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 راحوا فين دول؟ ايه يا حبيبتي كنتوا فين؟ قلقت عليكم. معقولة يا زين؟ كل ده مش بترد على موبايلك وكمان بتقفله؟ انت كنت فين؟ طب رد عليا بس، في ايه؟ كنا في المستشفى. ايه خير؟ تعالي يا حبيبتي. نيجي تعبت فجأة وبطنها وجعتها وحرارتها كانت 39، أنا اتخضيت عليها. سلامتك يا حبيبتي. طب وإيه الدكتور قال إيه؟ قال نازلة معوية تقريباً كده يا حبيبتي، كانت حاجة مش كويسة. أنت كنت فين؟ معلش يا حبيبتي والله كنت في شغل، أنا آسف. سلامتك يا روحي، سلامتك يا قلبي. تعالي زين. زين حبيبي اصحى. يلا قوم قوم. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي بقت 1. ايه ده؟ انت ليه سبتيني نام كل ده؟ ما هو انت كنت مرهق، وبعدين انا عارفة ان النهاردة مفيش تصوير. انجي اخبارها ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن كتير، ربنا يبارك له بقى، دكتور المستشفى شكله شاطر. الحمد لله. ماشي يا حبيبي، فوق كده بقى وانا هحضر لك الفطار. اوكي يا حبيبتي. يا ترى اشوفك النهارده ولا برضو مشغولة مع a friend of mine؟ يو يا زين، انت على طول عامل لوك لموبايلك كده؟ في ايه يا حبيبتي بس؟ يا حبيبي عامل باسورد للموبايل مش عارفه افتحه، عايزه اكلم الصيدليه. انا لازم اعمل باسورد، افرضي الموبايل ضاع ولا اتسرق. طيب ممكن تقول لي كام؟ عشان انا كتير قوي موبايلي بيبقى بعيد عني او فاصل شحن، فبحتاج موبايل. سهل قوي، 22 66. اوكي. ايه ده؟ انت بتلبس رايح على فين؟ نازل عندي ميتنج يا حبيبتي. ميتنج؟ هو كل يوم يا زين؟
هعمل ايه يعني؟ يا حبيبي انا مش بلحق اقعد معاك. شغل يا حبيبتي شغل. يوه يا دي نوفل اللي عاشقك في الضلمه ده. انا نوفل ده لو شفته هموته على فكره. هو اصله جاي معايا الميتنج فتلاقيه بيتاكد بس بيشوف انا وصلت لفين. طيب هترد ولا مش هترد؟ عايز اكلم صيدلي. لا لا خلاص هرد عليه في العربيه. فكك. خلاص هو قفل احسن. الو مساء الخير. كنت متاكد انك هتيجي صراحة. لو ما كنتش جيت كنت هندم قوي، بس كنت زهقانة قوي، كنت هموت من الملل يعني. مهم انك تبقي مبسوطة. عارفة يا تاليا، انا بشوف فيكي حاجات عمري ما شفتها في اي واحدة قبل كده. اه ما انت شفت كتير قوي. لا بكلم بجد. شفت ايه بقى؟ يعني مش عارف اشرح لك ازاي، بس عارفة لما ببقى في اللوكيشن وبشد عليك شوية وبزعق فيكي بخاف، مش عارف ببقى خايف منك ولا خايف عليكي. دي اللي اسمها الفزورة بقى. يعني بحس ان زعيقي ممكن يخليكي تضعفي وتنهاري، وفي نفس الوقت بحس انك ممكن ترد عليا رد عنيف وبايخ جدا، عشان انت شخصية قوية. يعني بشوف فيكي رقة عمري ما شفتها في اي بنت قبل كده. لا دون وري، انا مش رقيقة خالص. I'm very tough. بس يمكن شكلي قبل التصوير من غير ميك اب هو اللي بيديك احق بده. انت بتسبل ليه؟ البواخر. لا سيريوسلي انت بتسبل ليه؟ الجو ده وليه دايما حاسس ان في حاجز ما بيننا؟ كل ما باجي اكسره ترجع انت تبنيه تاني من اول وجديد. هو ايه ده اللي انت بتبنيه وانا بكسره، ولا انا بكسره وانت بتبنيه؟ الكلام الكبير ده اصلا يعني. بص يا زين، انا عشت في مصر كتير، بس برضو عشت في لندن كتير، والفترة اللي اتكون فيها عقلي ونضجت فيها كانت في لندن مش هنا. فبليز بي ستريت فورورد. أنا عارفة أنت عايز إيه كويس أوي. أنت عايز نخش في ليش؟ نتصاحب يعني. وما تروحيش وما تجيش، ورايحة فين وجاية منين؟ يلا نسهر، يلا نسافر، يلا نخرج. والباقي بقى أكيد أنت عارف. الكلام ده لطيف جدا. بس الأسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين. بكتير قوي يا سيدي سنة. وبعدين انت راجل متجوز، انا مش هنكر ان انا معجبة بيك، بس برضو مش هخش في الليشة لان اعذب نفسي فيها، وانا عارفة اخرها ايه كويس قوي. فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها علاقة انا عارفة اخرها. اي علاقة في الدنيا ليها اخر، حتى علاقتي بمراتي ليها اخر. ان شاء الله يكون الموت. هو الموت ده مش اخر؟ اوبس، انت بتبشر على مراتك بالموت؟ لا طبعا، بس يعني اكيد حد فينا هيموت قبل التاني ولا ايه؟ اوكي اذا كان كده صح. ما تساليش نفسك دي على الاخر، اسالي نفسك انت هتبقي مبسوطه في العلاقه دي ولا لا، هتقضي وقت حلو فيها ولا لا. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، وما انكرش ان انا بحب مراتي، بس في نفس الوقت انا مشدود ليكي جدا، بفكر فيكي طول الوقت، بحس ان انا عايز ابقى دايما في الدايره اللي انت واقفه فيها. ايوه بس كل ده حصل في كام يوم دول بس؟ انا عايز اسالك سؤال، انت حاسه من ناحيتي بايه؟ وجاوبيني بصراحه بجد. عاجبني، انت عاجبني، ولو ما كنتش متجوز كنت هكون مبسوطه اكتر، ويمكن كمان كنت اللي جريت وراك. طب خلاص يبقى ما نضيعش الفرصه دي. يعني صعب قوي ان اتنين يتقابلوا ويحسوا مع بعض الاحاسيس دي كلها في الوقت القليل ده. يعني بصي، انا شايف ان احنا عايشين في الدنيا دي ايام وبنقضيها، خلينا نقضيها مبسوطين ومرتاحين. واوعدك يا ستي ان عمرك ما تندم، ولو حسيت انك مش مرتاحه ولا مبسوطه خلاص انهي العلاقه وفور. تليفونك بيرن. نوفل ده اسم غريب قوي. اه ده واحد صاحبي بس مش عايز ارد عليه. Thank you.
ماشي يا زين. الو، ايه يا حريه، ازيك يا بيبي؟ ايه يا نوفا، ازيك انتي؟ الحمد لله. فينك؟ هكون فين يعني؟ في البيت والله. اصل انا كنت قاعده هطق من الزهق والملل فقلت اشوفك، بس لو قاعده مع زين اكلمك وقت تاني. لا لا لا، زين مش هنا اصلا. امال فين؟ قصدي سابك في وقت متاخر زي كده ازاي يعني؟ شغله بقى، انت عارفه شغله ومواعيده الغريبه الملخبطه. عامل ايه؟ والله حريه انت دماغ. معلش بقى يا نوفا، هنعمل ايه؟ لا يا حريه، المفروض تركزي مع جوزك اكتر من كده شويه. انت عارفه الكارير بتاعه كله بنات وانت فاهمه، وهو اصلا موز وشايف نفسه. لا ما تقلقيش، انا بثق في زين. والله؟ طب كويس. بقول لك ايه، ما تيجي اضرب اي حاجه عليا كده بدل رغي التليفونات ده واجي اقعد معاكي. يلا اعملي كده، هستناكي. تمام، يلا باي. باي. يا بنتي المثل بيقول حرص ولا تخون. طب انت ايه اللي اكد لك دلوقتي ان هو في الشغل؟ طب ده معاه اليومين دول حته دين واحده في الاعلان الجديد صاروخ. انا كسبت كنت هعكسها، ما بالك هو؟ لا يا نوفا لا، وبعدين هي اول مره، ما هو زين دايما في الشغل معاه مودلز حلوين. بصراحه عن نفسي انا قلقانه، انت عارفه انا كنت عندهم في التصوير وما عجبتنيش خالص طريقه تعاملهم مع بعض. ازاي يعني؟ ما بطلي بقى اللي انت بتقوليه ده، بتقلقيني يا ستي. انا مش عايزه اقلقك، بالعكس احنا عايزين نطمن. يا حبيبتي البنات اليومين دول يتفات لهم بلاد، صدقيني. طب اقول لك، تعالي نطلبه ونشوف في الشغل ولا لا، بس حطيها على سبيكر عشان انا هعرف اذا كان صادق ولا كذاب. استني بس، انا اصلا مش متعوده اكلمه الا في الحاجات الضروريه. هو في حاجات ضروريه اكتر من اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ يلا اتصلي يلا. طيب وعليك يا نيفين. يلا اسمعي الكلام. معلش حبيبتي انا لازم ارد على المكالمه. اوكي نو بروبلم. ايوه يا حبيبتي. ايوه زين، انت فين؟ انا في الميتنج يا حبيبتي، ما انت عارفه. طيب يا حبيبي خلاص. طيب يا عبيطه انت، اسالي مفيش صوت حوالي ليه؟ اوكي يا حبيبتي، يلا باي باي. استنى استنى بس، هو ليه مفيش صوت ناس حواليك؟ رايح وريه في ايه؟ هو تحقيق؟ انت من امتى وانت بتسالي الاسئله دي كلها؟ لا لا خالص. طيب ماشي، انت قدامك قد ايه؟ الله، في ايه حوريه، عايزه ايه؟ مفيش يا زين، هو بس اصل انت فعلا يعني الجو حواليك هادي قوي فعشان كده بسال. طبيعي يعني الناس ساكته عشان بتكلم في التليفون. طب انت مع مين؟ انا مع نوفل وناس تانية انت ما تعرفيهاش. عيب بقى، اقفلي خلاص، نتكلم بعدين. يلا باي باي. باي. طيب يا حبيبي باي باي. ده بيكذب. ليه بس كده؟ انا مصدقاه. انا بقول لك بيكذب. مين نوفل ده؟ انت تعرفيه؟ ايوه طبعا، نوفل ده صاحبه جدا وبيتكلموا كتير قوي. هو في حد لسه في الدنيا دي اسمه نوفل؟ اه في، هو مش كان في ممثل زمان اسمه بدر نوفل؟ الله يرحمه، بس ده اسم العيله مش اسمه هو. زين بيشتغل. بالراحه بس، بالراحه يا نيفين. هو انت ليه مصره تشككيني فيه؟ لا يا حبيبتي انا ما اقصدش اقلقك، انت عارفه انا بحبك وبخاف عليك وقد ايه، والناس بقت وحشه قوي صدقيني. طيب هسيبك انا بقى دلوقتي، بس لو لاحظت عليه اي حاجه كلميني. حاجه زي ايه يعني؟ طرفان حريمي، شعرايه على هدوم، وروج، اي حاجه كده. يا لهوي عليك يا نوفا، وهو ايه اللي هيجيب الحاجات دي عليه بس؟ يا لهوي هتموتيني. بس ضحك والله العظيم. اه مش كده؟ طب بقول لك ايه يا حبيبتي؟ انا تحت البيت، اكلمك بكره الصبح. اه بس على فكره انت غيرتي مفهومي عن البوسه تماما. لا بجد، هو في كده يا عم؟ حبيبي بقول لك ايه، انا هقفل معاكي دلوقتي، حريه بتكلمني. ها يلا. اه حرية، انا ركنت تحت البيت اهو. يلا حبيبتي باي.
سميها ايه بقى؟ سميها ايه؟ نيفين تاليا تاليا طلال طلال تاليا طلال مظبوط كده يا حورية خضتيني يا حبيبتي بلعب معاك يا زين بارك يا حبيبتي الحمد لله كويس انجي نامت ولا ايه؟ يوم بدري فضلت تسال عليك حبه كتير وبعد كده قامت نايمه حبيبتي تسمح تقول لي بقى سيادتك اتاخرت النهارده ليه؟ يعني ما الميتنج اصلا النهارده كان سخن قوي ايه ده يا زين؟ ايه ده؟ ده كركديه كركديه؟ مش بقول لك الميتنج النهارده اصله كان سخن واحنا بنتكلم بقى ونتناقش ضغطي عالي فجابوا لي كركديه قال بيوطي الضغط يمكن وانا بشرب عطلت على روحي ولا حاجه عطلت على روحك لا حبيبي الف سلامه عليك طب انت كويس يا حبيبتي الحمد لله زي الفل وقست الضغط وطلع مظبوط الحمد لله طيب الحمد لله مين اللي بيتصل بيك دلوقتي يا دي نوفل ده هو مش كان لسه معاك ما هتلاقيه بقى عايز يلت ويعجن بقى في الميتنج اسيبك منه ماشي طيب قولي بقى انت عملت ايه في الميتنج تمام الحمد لله بس يعني لسه الدنيا ما اتظبطتش قوي بس المهم اتعرفت على راجل النهارده اسمه طلال راجل هايل وهيبقى في بيني وبينه شغل كتير ان شاء الله الفتره الجايه دي ان شاء الله يا حبيبي ربنا يوفقك يا رب يا حبيبتي مش نوفا عدت عليا النهارده امتى لسه ماشيه من شويه وخير في حاجه لا خالص يعني عادي العادي عادي ازاي بص يا زين هو بصراحة مش عادي أنا مش هعرف أخبي عليك هي جات لي النهاردة وفضلت تقول لي كلام غريب كده غريب إزاي بتتكلم؟ قالت لي يعني إنه أنت ممكن تكون بتضحك عليا وقالت لي زين ممكن يكون بيخونك وحكيت لي على البنت الموديل اللي معاكوا في الإعلان قالت لي بنت حلوة قوي وطريقتكم مع بعض مش عارفة عاملة إزاي كده دي بتوقع بقى لا حرام نوفا خايفة علينا خايفة علينا ده إيه؟ انا بدا اشك ان هي نيتها مش كويسه ناحيتنا بصراحه كده انا حاسس ان احنا اتخدعنا فيها لا يا زين لا نوفا دي اكتر واحده انا بثق فيها بس هو انا محتاجه اسالك سؤال زين هو انت ممكن تخوني فعلا اصل انا بثق فيك اكتر ما بثق في نفسي بس بصراحه بعد البقعه اللي انا شفتها دي وبعد كلام نوفا ليا النهارده ما اعرفش اتوترت حبيبتي انا قلت لك ان ده كركديه ايوه ما هو انت لما قلت لي ان ده كركديه انا اطمنت انت بجد ما تعرفيش انا بحبك قد ايه طب والله العظيم انا مستعده اموت نفسي علشانك انا بحبك قوي بقول لك ايه انا عايزك تقصري شويه من الفيديو دي ويا ريت تطلعيها من حياتنا خالص ماشي وده شكل من عده اشكال يعني زي ما قلنا في انواع وانماط من الراجل الخاين لزوجته في ما يسمى بالكازانوفا وفي دنجواني في الهستيري وفي الأوديبي والحقيقة أن كل نوع بيبقى تصرفاته وشخصيته إيه الهكس ده؟ استنى بس يا زين شكلها حلقة حلوة قوي الراجل لو على علاقة بست تانية في علامات واضحة جدا أولا هتلاقيه بينزل كتير قوي وغالبا الزوجة ما بتبقاش عارفة هو فين ده غير اهتمامه الزايد بلبسه وبارفاناته وقبل ما ينزل تلاقيه واقف كتير قدام المراية بس الرجالة كتير بتعمل ده ولسه في علامات تانية الموبايل ده بقى أحد العلامات الواضحة جدا أول ما الست تلاقي موبايل جوزها تحول لجزء من جسمه لازم تعرف إن في حاجة غلط جزء من جسمه وضحيلي أكتر لو سمحتي يعني ما بيفرقوش ولا ثانية حتى هو داخل الحمام كأن دراعه التالت بالظبط تصدق إنه كلام عبيط فعلا طب ما أنت موبايلك على طول معاك أنا بقول لك يا حبيبتي الكلام ده ملوش لازمة رجالة كتير بتستعمله باحتراف ده غير ان موبايله غالبا بيبقى معمول سايلنت طيب ما هو يمكن يكون مش عايز ازعاج انا بقول حضرتك العلامات اللي لما تحطيها جنب بعضها لازم الست تبدا تفكر
ده غير ظهور شخصيات جديدة في حياته كل شوية. دي طريقة جديدة بيعملها أزواج كتير، بيخلق شخصية وهمية وبيعمل لها قصة وحكاية، ويبقى هو حجته في خروجه وتليفوناته. خلينا نتكلم أكتر الأسباب اللي بتخلي الزوج يخون مراته. والله في أسباب كتير جدا، ممكن عدم اهتمامها بيه، ممكن حاجات كتير قوي. ورأي حضرتك إيه؟ هو انت مش ملاحظ يعني ان كل الحاجات اللي هما بيقولوا عليها دي انت بتعملها؟ اه بالظبط، ده يؤكد لك بقى ان هما بيهروا بيقولوا اي كلام. يعني انت مثلا متاكده ان انا عمري ما اخونك صح؟ ايوه طبعا، بيولع لمبه عشان كده بقول لك بيقولوا اي كلام حوالينا كده. هتمنى اي حاجه كوميدي ولا حاجه؟ ماشي. تليفون ايه واصوات؟ بقول لك مش انا، انا كنت في المعرض. خد اسال وحياة رحمة. ما تحلفش، كفاية كدب بقى، كفاية. كان الفيلم ده احنا شفناه 100 مرة. سهر الليالي ده صوت نفس حد نايم مع واحدة. يا باري بقول لك ما تقوليش، أنا اللي أقول لك. الله، الحب الضائع، بحبه جدا. ما تشوف لنا أي حاجة كوميدي كده لذيذة كده، خلينا نضحك كده ونتبسط. في ايه يا زين؟ انت مالك عصبي النهارده كده؟ انا مش فاهم بصراحه، زوجي غريب جدا. شوف لنا كده اي حاجه تضحك لها. بس حلو ده، كتكوت اهو. رهيب. وانا برضو علمتك كده برضو يا حورية؟ انا عمري ما عملت الحركات دي مع ابوكي الله يرحمه. انا عمري ما فكرت، لا انا عمري ما سمحت لنفسي اني افكر اني ممكن اشك فيه. عيب يا بنتي عيب. مامي انا ما عملتش حاجه، انا بس بحكي لك اللي جوايا عشان تقولي لي انت اعمل ايه. يا بنتي يا حبيبتي، انت جوزك ما شاء الله عليه، وفي راجل زيه، راجل جدع ومحترم وطيب وبيحبك يا بنتي. طب بقولك ايه، قوليلي انتي، مين من صحباتك ولا من حتى من قرايبنا شفتي جوازتهم بيقعدوا بيهم زي ما جوزك بيقعد بيكي لما يكون عندك حتى شوية برد؟ يا بنتي مش معقول اللي انتي بتعمليه ده. يا حبيبتي انتي جوزك ما بيستحملش عليكي الهوى. طب قوليلي انتي كده، عمرك طلبتي منه طلب وما جابوش؟ ده انتي لما بتطلبي منه اي حاجه بيجي يجيبها لك ويحطها لك تحت رجليكي. يا بنتي يا حبيبتي، هو في رجاله كده اليومين دول؟ اسمعي يا حوريه، انتي كده يا بنتي بتخربي بيتك بايدك. وبعدين يعني ما تزعليش مني، اللي اسمها نيرين دي يعني، يلا بقى ان بعت صني اسم. بس يا بنتي صدقيني قلبي مش مرتاح لها، عشان خاطري خلي بالك منها. ايوه يا مامي، بس هو في حاجات فعلا انا ابتديت اخد بالي منها. وبعدين امبارح حصل حاجه غريبه قوي، حسيت ان ربنا زي ما يكون بيديني اشاره، ما اعرفش. عموما يا مامي ما تقلقيش، انا مش ناوي اعمل اي حاجه تسبب مشاكل، بس وانا فعلا لازم اخد بالي اكتر من كده. دي الحاجة اللي انا متأكدة منها. يا بنتي المثل بيقول حرص ولا تخون. اول ما الست تلاقي موبايل جوزها تحول لجزء من جسمه لازم تعرف ان في حاجة غلط. بس لو لاحظت عليه اي حاجه كلميني. حاجه زي ايه يعني؟
ده غير اهتمامه الزايد بلبسه وبرفاناته، وقبل ما ينزل لقيه واقف كتير قدام المرايه. زين انت فين؟ يوه انت عصبي قوي النهارده، تحب نمشي؟ معلش يا حبيبتي انا فعلا عصبي قوي، يا ريت نمشي. انت زعلان مني؟ لا يا حوريه مش زعلان. يا زين انا اصحابي كلهم بيقولوا عليا ان انا العبيطه والهبله، كلهم بيقولوا عليا كده. وانا هبله فعلا؟ لا طبعا، وكمان انت كنت هتبقي دكتوره، هو في دكتوره هبله؟ ايوه دكتوره بفهم في الطب، بس ما كنتش بفهم في اي حاجه تاني. انت نفسك مره قلت لي كده. وانت يعني عشان نيتك كويسه ومتربيه كويس تبقي هبله وعبيطه؟ لعلمك بقى انا عمري ما كنت هتجوز ست احس ان هي هبله ولا عبيطه، ان اكتر حاجه بكرهها الست الغبيه. وانت مش غبيه، بس هتبقي غبيه لو ابتديتي تنكوشي ورايا، لان ساعتها مش هيبقى في ثقه، وده اول طريق للمشاكل ما بيننا. وكمان ما احنا حياتنا كويسه اهي ومرتاحين، ليه مصممه تبوظيها؟ اسمعي مني، تديش دماغك لحد يلعب بيها، خصوصا ان في ان انا واثق ان هي ورا كل ده وهي اللي بتسخنك عليا، صح ولا لا؟ لا طبعا، وهني فينا هتعمل كده ليه؟ يعني اكبر منك في السن ولا اتجوزت ولا خلفت، اقعد بقى وبتطلعها على الناس. لا يا زين انت فاهم غلط، نوفا لو عايزه تتجوز من بكره هتتجوز. طب انا هقولك على حاجه، الاسبوع اللي فات قلت لها ان انا ابن عمي بيدور على عروسه وان انا قلت له عليها، بس هي اللي مش عايزه تتجوز. والله معرفش بقى، وكمان يعني تعالي هنا، انت عايزه تلبسي ابن عمك في شجره؟ اسمعي مني، نيفين دي جواها مش كويس، وانا ياما حذرتك منها وقلت لك حجمي علاقتك بيها شويه. سبحان الله نيفين. اي نوفا، ايه يا حبيبتي؟ عندي خبر ابيض. لا 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 لا، انا هخليه ينزلك حالا حالا. حاضر يا حبيبتي، يلا باي باي. ايه في ايه؟ نيفين وهي معديه تحت البيت خبطت واحد بالعربيه وعامل معاها مشكله كبيره قوي. ليزي حبيبي انزل لها بسرعه يا زين. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اتجننتي؟ اركب. اركب فين يعني؟ بقول لك اركب، والا وديني هعمل لك فضيحه. اركب. يا زين. ايوه حبيبتي، بصي احنا رايحين القسم نعمل محضر عشان راجل طلع قليل الادب قوي، جوزك نسي موبايله هنا وركب في عربيه الراجل ومشي معاه، انا ماشيه وراهم اول ما نخلص هنكلمك. اسم؟ طمنيني يا نيفين، هو في مشكله كبيره ولا ايه؟ لا 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 اطمني، هو انا بس عايز اعمل محضر وهو ركب معاه عشان ما يخلعش. اوكي هنكلمك تاني، ما تقلقيش. باي باي باي. Thank you.
هو انت ازاي بتعمل معايا كده؟ بعمل معاكي ايه؟ ايه؟ خلاص قررت ترميني عشان خاطر الزفت اللي انت عرفتها جديد؟ بلاش هبل، انت اللي بتتصرفي زي الزفت، وكمان ده شكل واحده باقي على علاقه. انت ازاي بتشككي مراتي فيا واحنا في علاقه سوا مع بعض؟ ايه مفيش مخ خالص؟ وهي فين العلاقه دي؟ انت زهقت وداخل على موضوع جديد يا زين. انا مش هبله ولا عبيطه، انت في حاجه بينك وبين تانيا ولا لا؟ لا مفيش حاجه بيني وبينك. لا في، قلت لك مفيش. طب وريني تليفونك. لا بقول لك وريني تليفونك. محدش بيمسك تليفون. لا يا زين انا مش حريه عشان تعمل معاها كده، اقسم بالله لو ما اديتني التليفون دلوقتي حالا اكلم حريه واقول لها على كل حاجه بيني وبينك. رد ده طلال، ما ترد. مالكيش دعوة. ليه؟ ده تانيا على فكرة. معقولة هتقفل في وش الموز ده كده؟ تصدق انك زبالة قوي. احترمي نفسك يا نفيد، في ايه ما تعقلي كده؟ انت عايزة تبوظي كل حاجة؟ كل حاجة؟ هو احنا بقى في بينا أي حاجة؟ أنت عايز تسيبني صح؟ لا مش عايز أسيبك. طب في حاجة بينك وبين تانيا ولا لأ؟ يوهو. آه يا ستي في، خلاص؟ ارتحتي؟ طب وهنا؟ أنت حبيبتي يا نفيد وأنت عارفة كده كويس. بس اللي بتعمليه مع حريه ده ما ينفعش. حريتي؟ حريتي اللي انت جاي تكلمني عليها وانت بتقولي انك على علاقه بواحده تانيه غيري؟ اسمعيني يا نبيل، اسمعيني كويس. احنا اللي بينا حب وعشره. احنا نعرف بعض من اكتر من 3 سنين. واللي بيني وبين تاليا ده حاجه عابره كده وخلاص. بقول لك ايه يا بنت الناس؟ انت قدامك حل من الاثنين. يا اما تتقبلي الحاجات اللي زي دي وتحافظي عليها، يا اما خلاص ما تتقبليش وساعتها بقى نخسر بعض للابد. اناني وحقير وما تستاهلش فعلا غير الهبله اللي انت متجوزها. بقول لك ايه؟ اياكي تغلطي في مراتي بنص كلمه، انت فاهمه ولا لا؟ يا اما والله العظيم انا قدمك طول حياتك ومن هنا ورايح ما فيش علاقه بينا. يعني خدت السكة خلاص. ايه اللي جانت على نفسها؟ انا غيرت الكالون بتاع الشقة بتاع زايد، عشان الزفتة دي كان معاها مفتاح. برافو عليك يا برنس، بيني وبينك 3 سنين كتير على البيت دي. الصراحة ما كانتش بخليك عارف لا تبص يمين ولا تبص شمال. لا عندك حق، يلا يا غار. بس خلي بالك بقى، البيت دي مش سهل، مش هتسكت. انا حذرت. بس قبل ما انسى ديك عندي حتة هدية عبقرية. هدية ايه يا اخويا؟ هات تليفون. انت عارفة ان انت اختي وانا مستحيل ارتاحك. طب اقولك حاجة؟ خليه مرة كده يقولك ان هو مع نوفل او طلالته، قولي له انا عايز اكلم حد فيه وشوفي هيعمل ايه. اتحداكي هيخترع لك 100 حجة ومستحيل يديكي حد فيهم تكلميه. انت قصدك يعني ان الشخصيات دي شخصيات وهمية؟ أنا متأكدة وهثبت. أنت بس ما تتصرفيش من دماغك وتحكي لي على كل حاجة. أنا عرفت رجالة بالعبيط وحافظة كل الحيل بتاعته. بعدين تعالي هنا. هو ما عندوش آيباد ولا لابتوب ولا حاجة كده؟ لا أكيد عنده طبعًا، بس هو دايمًا حاطط عليهم باسورد. طبعًا حاطط باسورد، لأنك لو دخلتي هتلاقي مصايب سودة. أنت بتبصي لي كده ليه؟ أنا فهمت أنت ممكن تكوني بتفكري في إيه، بس بكرة تعرفي إن أنا خايفة عليك. يا حوري انت عندك بيت جميل واسره سعيده، مش عايزاكي تخسري دول عشان خاطر نزوه مع واحده شمال. يا شيخه الرجاله عينيهم فارغه. يا رب يا حوري تعرفي نيتي ناحيتك عشان تعرفي انا قد ايه بحبك وبخاف عليك. ايوه حبيبتي طبعا عارفه، متاكده من كده. طب هو فين دلوقتي مثلا؟ ما اعرفش. طب ما جربي تكلميه. كلمه؟ ايوه. طب هقول يلا. هفتح السبيكر. ها الو. ايوه يا حورية، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. انت فين؟ انا مع تامر. والله؟ طب ادهوني بقى عشان عايز اسلم عليه. خدي معاك. يا ايوه حورية هاني، ازي حضرتك؟ معلش بقى، واخدين منك الاستاذ دلوقتي كبير. هنعمل ايه؟ لقمة العيش بتزل. زل يا عم الملف السعد انت كمان.
والله يا تامر انت على طول بتضحكني كده. طيب ربنا معاكوا، يعني ربنا معاكوا، اديني زين بقى بعد اذنك. مع حضرتك اهو. ايوه يا حبيبتي. ايوه حبيبي. طيب انت هتخلص وتيجي امتى؟ اخلص مع تامر وعندي بعد كده ميعاد مع طلال وبعد كده. طيب ماشي، ربنا معاك، خلي بالك من نفسك. باي باي. عارفه حضرتك طلال ده يبقى مين؟ مين؟ تاليا. ايه؟ انتي شعرفك؟ بس هي مش معلومه، بس ده احساسي. ما هو انتي لو كنتي جيتي وشفتي طريقتهم سوا كنت تفهمي قصدي. لا طبعا، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ زي مستحيل يعمل كده. تمام، سيبي شويه وخليه يقول لك ان هو مع طلال وكلميه، وهاتيها له كده وش، قولي له انا مش مصدقاك ودولي اكلمه وشوفي هيعمل ايه. بس الابلكيشن نزل على تليفونك، حته اختراع هتدعي لي عليه. اتفضل. وده فيه كام صوت ده؟ ده فيه اربعه، يعني عندك مثلا صوت طفله صغيره، وصوت ست عاديه جدا يعني، وصوت راجل صوته تخين، وصوت راجل صوته عادي. وعندك بقى اربع شخصيات، يعني تقدر تلعب بيهم في اي وقت في اي مكان. عارف لو اتكشفت هتبحك. عيب يا بيه، عيب. انت معاك تامر. روح بعيد ليه؟ تعال نجرب. بص انا اتصل بيك من تليفونك وانت رد على التليفون. وريني يا فالح. لحظه. الو 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 يا متخلف، انت ده صوتك الطبيعي. ايوه ما انا عارف، انا بس بعرفك الامكانيات. اصبر. وريني واحده. ايوه ومعانا. ايوه سمول جير، سمول جير. ونقول الو الو. الو ازيك يا عمو زي؟ ازيك يا عمو زي؟ انا بحبك قوي يا عمو زي. انا بحبك قوي. قشطه يا برنس. يا ابن اللذينه. مبسوط. اللي بعده. استنى. ايوه سكسي ليدي. الو الو ازيك يا زي؟ ازيك يا زي؟ وحشني يا حبيبي. وحشني يا حبيبي. مرضي يا نجم. هايل. اصبر. زين. زين مين يا بت؟ زين ايه؟ معلش بقى يا زين، بابا دخل عليا. بابا دخل عليا. مرضي يا برنس؟ ده جاحد جدا. مرضي؟ ايه؟ كان فين الموضوع ده من زمان؟ انت بس اعتمد عليا في اي حاجه هتلاقيني جاهز. انا عندي مواضيع كتير يا استاذ. طب سمعني الصوت الرابع. بس كده؟ الصوت الرابع اسمعك صوت ال. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، فك دلوقتي عشان تاليا جايه. يلا يلا انجز. طيب ثانك يو. بكره بقى يا ستي همضيك عقد تقيل جدا مع اكبر شركه اعلانات في الميدل ايست. بجد؟ طبعا يا حبيبتي، وانا بلعب. انا كمان همضي معاهم بكره، واشترطت عليهم ان انت تمضي معاهم. لو ان احنا في مكان عام كنت قمت حضنتك حالا. بصي بقى، انا عايز اقول لك حاجه. انا عندي شقه بزاي، الشقة دي هتبقى بتاعتنا انا وانتي، نتقابل فيها كل يوم، والنهارده هيبقى أول يوم عشان نحتفل فيه بالعقد الجديد. اوكي. ثانية واحدة. ألو. أيوة زين، أنت فين؟ أيوة حورية. هو أنت كل ساعة تكلميني تقولي لي أنت فين؟ زين من فضلك عايز أعرف. أنا مع طلال يا ستي. طيب، لو سمحت أنا عايز أسمع صوت طلال ده. نعم، اسمع صوت مين؟ زين من فضلك عايز اسمع صوته، خلينا اتاكد ان نيفين بتضحك عليا، اثبت لي يا اخي. ماشي يا حوريه، ماشي. بس دي اخر مره هقبل فيها الهبل بتاعك. خدي طلالها، ثواني. خدي طلال، اتكلم مراتي، شاكه ان انا قاعد مع واحده. الو مدام حوريه؟ في ايه زين مالك؟ لا انا مش زين، انا طلال. صديق استاذ زين. Trial version expired. Please visit our site to purchase the application. انتهت فترة تجربة البرنامج، الرجاء شراؤه من موقعنا. زين هو في ايه؟ ايه يا حبيبتي، انا بهزر معاكي. هو معقول يعني اديكي واحد غريب تكلميه؟ طب بقول لك ايه يا حورية، اقفلي دلوقتي وارجع اكلمك تاني. يلا حبيبتي، باي باي. باي.
يعتبر الكلب ايوه يا زفت انا اتكشفت البرنامج طلع لازم تشتريه علشان تستخدمه اكتر من مره سلام زين في ايه انت اتاخرت قوي لا حبيبتي لا جالي بس تليفون شغل مهم فهضطر امشي معلش حبيبتي انا اسف طيب اوكي مفيش مشكله هاي حبيبتي هاي حبيبي ازيك وحشتني وانت كمان يا قلبي اخبارك ايه تمام الحمد لله انت نامت ولا ايه لسه حالا ايه حبيبتي حكايه الدنيا طلال اكلمه دي يعني انت ما تعرفيهوش كمان انا اديتك تامر تكلميه والراجل انا اصلا لسه عارفه يعني فبيني وبينك يعني قلت اهزر معاكي افتكرتك تكوني بتهزري ولا حاجه معلش انا عارفه ان الموقف ده كان محرج بالنسبه لك بس سامحني انا اصلي اليومين دول متوتره شويه خير يا حبيبتي في ايه ده لا خير ما تقلقش هو بس يمكن اكون نومي مش متظبط اليومين دول فانا عارفه ان انا غلطت واوعدك ان انا مش هعمل كده تاني ونيفين نيفين دي كمان المفروض ما اسمعش كلامها في اي حاجه خالص معلش حقك عليا هي دي حوريه اللي انا عارفها طب يا حبيبتي انا تعبان جدا اخش انام وانت من اهل حبيبي جاي وراك على طول يلا كده ان انت هتغيره ماشي يا زين خد يا روحي سيبي شكرا مرسي هو انت غيرت الباسورد بتاعتك تاني؟ لا ليه؟ لا غيرته انت عرفتي منين؟ مش مهم المهم ان انا عرفت يلا حبيبتي بقى عشان ما نتأخرش على المدرسة يلا ونتيجته مش هتبقى في صالح اي حد فيه فكري كويس في الكلام ده باي باي
مش عارف يا ريس مالك اليومين دول. ما هو اكيد محسود سنين وانت بتعرف 100 واحده على بعض من غير ما كان حد بيعرف ولا حد بيضرب. كله من نق والقر بتاعك انت السبب. انا والابلكيشن الزفت اللي لبستني فيه ده. الابلكيشن الزفت ده يا ريس ما انا قلت لحضرتك نشتريه بس انت اللي مش عايز. لا اشتري ايه، انا مش هحط نفسي في الموقف ده تاني. المهم نبه على الانتاج ان هم ما يدخلوش اي حد اللوكيشن غير الناس اللي شغالين بس، حتى لو كانت مراتي، مفهوم؟ يا اما والله لا فركش اليوم وخليهم بقى يشيلوا اليوم كله. حاضر يا ريس. صباح الخير. صباح النور، عامل ايه النهارده؟ تمام الحمد لله انا كويس. انا اسف جدا على امبارح انه باص. Don't worry. بص انا شايفه ان احنا نركز في شغلنا، يعني انا مش عايزه اعمل لك قلق في حياتك. الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده، انا ما صدقت ان احنا قربنا لبعض، ده كلام غريب قوي. بص يا زين احنا بنعرف بعض عشان حياتنا تكون احلى، انت قلت لي كده، ولو ده مش عارفين نحققه وهبقى لود عليك يبقى ايه الداعي بقى؟ اولا انت مش لود عليا، ثانيا انا عندي شويه مشاكل كده بس في حياتي وبظبطها يعني. خلاص الدنيا بعد كده هتبقى زي الفل. انا مش عايزك بس تحكمي بسرعه عليا، واوعدك اوعدك ان انا اغير لك حياتك تماما. ريس. نعم يا تامر. عايز حضرتك دقيقتين. مش فاضي. مش فاضي. حورية بره. بره فين؟ في كل دور. بعد اذنك يا تامر. اوكي اتفضل يا ريس. يلا يا ريس ما يصحش. تمام فركش يا تامر. يلا حرية. مش فركش. ايه اللي جابك اللوكيشن؟ انت بتخوني، بتخوني مع البنت الموديل اللي اسمها تاليا. مين اللي قالك الكلام الاهبل ده؟ مش مهم مين اللي قالك الكلام ده، المهم انت تقدر تنكره ولا لا. انكر؟ انا مش مصدق والله العظيم ما مصدق. انت يا حورية ممكن تشك فيا؟ انت تصدق ان انا ممكن اخونك؟ حلف لي على المصحف ده ان انت ما بتخونيش. انت اكيد اتجننتي. لما تفوقي لنفسك بقى وتعرفي انك غلطانه ساعتها بيكلميني يمكن اسامحك. ايه صار اني غلطت يا ماما؟ أربعة أيام لحد دلوقتي ما فكرش يكلمني في التليفون ولو مرة واحدة، بيكلم إنشي على موبايلها وحتى مش بيفكر يسأل عني. يا بنتي أنا حذرتك مليون مرة ومفيش فايدة. هو أنتي مش ناوية تقولي لي إيه اللي وداكي شغله؟ نيفين يا مامي، نيفين هي اللي فضلت تزن عليا عشان أروح. نيفين دي بلوى سودة وقلت لك قبل كده إنها هتخرب عليكي. يا مامي والله أبدا، نيفين دي أقرب واحدة ليا، هي بس خايفة عليا لا يكون زين بيخوني. يا بنتي يا حبيبتي نفرض ان زين بيعرف عليكي واحدة تانية، هتبقى مجرد نزوة هبلة كده يعني
تروح لحلا. لا طبعا يا مامي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ممكن اموت نفسي لو عرفت ان زين بيخون. انا غيرت مستقبلي كله عشان ازاي ممكن اعدي خيانته ليا؟ بس لا، لا اكيد زين مش هيعمل كده، مش ممكن. وشه وكلامه ليا اخر مره بيقول انه صادق. طيب يا حبيبتي مستنيه ايه بقى؟ كرامتي يا مامي، كرامتي هي اللي مخلياني مش قادره اتراجع، مع انه وحشني قوي. تشيز. شفتي بقى، مش قلت لك فتره وهتعدي؟ طب بسمتك عمرك كنت مبسوطه زي اليومين دول؟ زين يا حبيب زين، هو انت بتحبني بجد؟ طبعا بحبك. بس دايما بتقول انك بتحب مراتك. منكرش بحبها. يعني بتحبها وبتخونها معايا، يعني ممكن تخوني مع واحده ثالثه؟ ازاي يعني؟ لا طبعا. عايز افهمك حاجه، حوريه بالنسبه لي ام بنتي وعشره عمري واحساسي بيها كان انا اللي مربيها. لما احساسي بيك انت بقى حاجه تانية خالص. حريه، هو انتوا رجعتوا تتكلموا؟ لا لا، خليني اطلع اكلمهم بره. اوكي. ايوه نفين. انت فين؟ وانت مالك؟ على فكره انا بكلمك عشان ابلغك رساله من مراتك. كتر خير الدنيا يعني انك بترد عليا وما بتردش عليها. حوريه عايزه تقابلك في البيت بكره الساعه 1 الظهر. تحب ابلغها اي رساله؟ قولي لها لما احب اشوفها اشوفها من غير معاد. يلا سلام. بقول لك يا تامر، عايزك تصحصح معايا كده اليومين دول. احنا عندنا كامبين كبيره وهتاخد شويه وقت طويل. مش عايز بقى نيفين دي كل شويه كده تقعد تنط لنا في اللوكيشن وتاكل دماغ تاليا. عاوز نعمل ايه وانا نفس؟ بص يا سيدي، عايزك فاهم تاليا ان نيفين دي بتجري ورايا وبتطاردني، وقول لها ان لو كلمتها ممكن تاذيها، تبعد عنها احسن. يا ابني ايه؟ في ثانيه، في ثانيه تطلع البت مجنونه وهبله؟ ده انت الحق مراتك بتتبسط. دي نبين. حورية اتنين نبين؟ ده انت ابليس. ابليس. ايوه نبين، عايزه ايه؟ انت عارف انا عايزه ايه؟ ايوه انا عايزه ايه يعني؟ يا زين انا بحبك ومش قادره اعيش من غيرك، انت بتعمل معايا كده ليه بس؟ لان ما ينفعش اعمل غير كده. حورية لو عرفت ممكن تنهار. يعني انت مشكلتك في حريه ولا في الهانم الجديده بتاعتك تاليا؟ تالية ايه وبتاع ايه؟ بقول لك ايه يا بنت الناس؟ هما كلمتين ورد غطاه. انا راجل متجوز وبحب مراتي وعندي بنوته ربنا يخليها لي. وعمري عمري ما اكون مراتي تحت اي ظرف من الظروف. انت فاهمه ولا لا؟ تقي ربنا بقى شويه. حاجه تقرف. أنا مش فاهم حاجة، هو أنت بقيت محترم ولا إيه؟ إيه رأيك؟ رأيي؟ رأيي في إيه؟ بذمتك لو حورية سمعت المكالمة دي مش أنا كده أبقى خلصت من نيفين للأبد؟ هي المكالمة دي متسجلة؟ يا ابني يا إبليس، أنت بتسهر في الجحيم بالليل ولا إيه؟ شطان، شطان أنت. كثير أنا بحبك ومش قادرة أعيش من غيرك، أنت بتعمل معايا كده ليه بس؟ لان ما ينفعش اعمل غير كده. حورية لو عرفت ممكن تنهار. بقول لك ايه يا بنت الناس، هما كلمتين ورد غطاه.
انا راجل متجوز وبحب مراتي وعندي بنوته ربنا يخليها لي، وعمري ما اكون مراتي تحت اي ظرف من الظروف. انت فاهمه ولا لا؟ اتقي ربنا بقى شويه. مستحيل، انا مش قادره اصدق اللي انا سمعته. طب ليه يا زين؟ ليه انا كنت بعتبرها زي اختي؟ حبيبتي ما انا ياما حذرتك منها، اللي تبعدي عنها خالص وانتي ما تسمعيش الكلام. بصراحه يعني انا ما حبيتش اصدمك. انا اسفه يا زين، انا بجد اسفه عشان خاطري سامحني. انت تعبت ولا ايه؟ انت اللي تعبت. انا عمري ما تخيلت خالص ان انت بتعرفي ترقصي بلدي حلو قوي كده. ايه، مفيش بنت ما بتعرفش ترقص بلدي. طب قولي لي بقى، انت مبسوطه معايا؟ مبسوطه معاك لدرجه اني خايفه. خايفه من ايه بس؟ انا خلاص خلصت كل مشاكلي، اللي جاي بقى بتاعنا احنا بس. ده انت مصيبه. عمري ما كنت هسمح لاي حد انه يبوظ الحكايه ما بيننا. زين، ايه يا حبيبي؟ بحبك. تشرب ايه بقى؟ اشرب اي حاجة على ذوقك. عينيا. بقول لك ايه، شوفي مين على الباب. ده تامر غالبا جايب العشاء. يا بتاع النعناع يا منعنع، يا منعنع برضو يا منعنع. عرفكم ببعض، حورية، زين، والقمر اللي هناك دي تبقى تاليا. ايه؟ على فين؟ معقولة هتسيبها تمشي يا كازانوفا؟ اطلعي بره يا فين. هطلع يا زين، هطلع عشان انا مش عايزة اقعد معاك دقيقة واحدة بعد كده. كفاية عليك الثلاث سنين اللي انا قضيتهم معاك. النبي يا بنتي انت صعبانة عليا. بس على العموم مبروك، اخيرا جوزك بقى ليكي لوحدك. اطلعي بره. بس بعد ما شفت خيانتك ليا بعيد، دلوقتي بس عرفت يا زين.